أكيد أكيد. طب أنا وأنا وباش نهدي ليحيى أغنية شفتوا في عيناي. ديالة يا ديالة ديالة، أنا يوم جيت على مصر جيت على صار يوم متجمعين بمصر من ورانا عزوز وإحنا ما ندري. أنا ما أعرف الموضوع، أنا ما أعرف الجماعة. متجمعين بمصر وعارفون بعض وإحنا. أنا ما أعرف ولا أعرف لباش على التليفون بعد. أوكي. لا باقي ما عمري شفته. جيت كرمالك وكرمال سراج كرمال هشام وسارة ورشا صح ولا لا؟ لو ما كنت قريبي مني بمصر، بس أنا أكتر إذا ما يعني مروان، تعرف مروان؟ مروان بعرف إنه كان أكتر بنت وأحسن بنت كانت بحنية اللي كانت الديالة، وأنا بالأكاديمية بحسك قريب كتير مني، مش انه بحسك كتير انت قريب مني وبتخاف علي، ومثل ما قلتي انه يوم ما اخد تابلو او اغنية بتكي يعني بتكيفي اي تنبسطي بين قوسين تنبسطي يعني علي تفرحين هابي 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 نيو يير. وانا بحبك كتير يا ديالة، ولو لو ان يعني لو انت بدك تطلع من ستار انا بتمنى انه اطلع قبلك عشان انه ما نحزن على بعض. ايوه بس خد يا زوز انا بلاصتي غادي خطر ايه انا مكاني غادي ما عليك يعني خلصنا اوكي انا غادي فيه شو نقول لك بدالة رماتك خلصنا ديالة. انت انسانة حساسة برشا صحيح، في بعض الاحيان ما نفهمكش وفي بعض الاحيان ما فهمتكش غبي شنو بالضبط قلت امام عم أقول لك اللي أنت حبوبة ودلول وأنت حكيت لي قلت لي لما تلاقينا بالأوتيل وقتها أو على الكاستينج يعني صح أول بنت يعني قعدت نحكي معها هي أنت أول بنت قعدت نحكي معها هي أنت بخلاف عن خلاف أميرة وإيناس خاطر نعرفهم توينسا ونعرفهم لأول بنت معناتها قعدت نحكي معها تسمى معناتها هي ديالة وقعدت نتعاطى معها ونحكي معها هي ديالة نحب نقول لك اللي معزتك كبيرة برشا في قلبي ومعزتك خاصة كيتعصب انت ضحكني كيتعصب ضحكني على خاطرك شي ما تحبش الظهر اللي انت معصبه اماني نعرف ليه انت معصبه وضحكني كي تبكي زاد برضه نقول نحب بيها لما خليك كما انت بس نحب نقول لك نعزك برشا 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 وربي ألف القلوب على بعضك أوكي إن شاء الله اللي بعده شكرا شكرا زو معنا اتصال من لبنان ميشو أزي تفضل أنا بكس كنت طيب يلا أنا مرة حكيت كم شغلي بدي أحكيهم هلأ هون بصف المسرح بس غلطت بآخر كلمة وصدقيني بعدني لهلأ إذا بدك بعاتي بحالي إنه قلتها أول شي لأنه شفتك عم تبكي من بعد ما قلتها تاني شي لأنه من وقتها لهلأ تبرهنلي مع الوقت إنه كتير غلطان بس قلتها وشفت إشياء كتير العكس يعني أول شي مثل ما قال زاهر أنت بنت كتير حساسة
كل ما حدا يكون زعلان بتبكي معه، حتى اذا هو ما عم يبكي انت بتبكي، كل ما يطلع نومينيه بتبكي، كل ما يفل شخص بتبكي، لو مين ما كان هالشخص برا ستتساءل انه انا اذا انا فليت معقول تبكي علي؟ انه عن جد شايفك انه ما عندك شخص ما بتحبيه، بتحبي الكل، بتحسي مع الكل على طول، وين ما يكون في مشكله عم تجي تكوني انت تتدخلي فيها تتحليها او تتراضي. كمان بعدني لهلا بقول انه هذا الشيء اللي قلت لك اياه قبل، انه انت بتحكي بعيوني، مش قصدي يعني عيونك حلوه، عيونك حلوين اكيد، بس انت بنت بتحكي بعيونك، انا بس اطلع بعيونك بشوف اشياء كثير عن جد صدقيني. انت تسأل بس انا مش هلا عم بحكيهم، انا حكي اياهم من زمان، وهو الاشياء قلتهم مش لقلك يعني حتى ما تفكر انه بوجهك عم قلك اياهم، قلت لك انه انا وكم شخص حكيناهم عنك قبل ما نفوت على الاكاديمي، وانت كتير طيبة. لحظة ما حاجة شو مايكو؟ لا لازم تتكلم. فما حاجة عم تقول هلك اذا نموت بالضحك كنت عملها بتعجبني كنت عملها وكما قديمة عملها ايه مظبوط تلو رقبتها هيك كنت تقدر تسويها بدون الوردة يعني. لا لازم وردة. ماشي على قانون اللعبة. قانون اللعبة. مين اللي مسوي ذا القانون؟ أنا ولا لا. لا راح تحسي فيه. شوف أنا أقول أنا لا راح أقول أنا. شوف الحب النفس حب الذات. هب النفس. أنا خلاص أكرهك. أنا تفضلي. ليك ثانية. أنا وديالا ما أنا وياك ما بنقعد كتير. بس اقعد معك وهيك بنبسط يعني ما بحس انه كانه نحن ما بنقعد كثير بس بعطي ملاحظه انه ثاني ما بتقعد مع حدا كثير لا لا ميشو انا عشان الشراي حقنا ايه وش بدي احكي مش صاير قصص كثير انا وديالا مره كنت زعلانه ما حبيت جربت تشوف شو بكى ما كنت تقولي لي ماما ليه ما كنت تقولي لي ما حكيت لعليها ايه انه مش على انه وقتها ما كنت حابه احكي حتى انت قلتي لي انده لك حدا قلت لك لا انه مش كنتش وقتها بدي احكي مع حدا هاي سمع شو سمع مرزوق شو ما سمعت انه وقتها ما كنتش قادره احكي عامه حتى انت قلت لي عند اهلك حدا قلت لك لا انه مش انت بالاخص ما بدي احكي فانا بهيك مواقف ما بعرف كثير اتصرف كان كثير على بالي ضلني معك وهيك بس ما بقدر راضيك اذا مش عارفه شو ما حبيت ضلني شد عليك يعني صرت واقفه هيك مثل لحظتي صرت واقفه ما في شيء اعمله يعني بس انه هيك مرتي الجاي انه جربي هيك بتفتحي قلبك عن جد ترتاحي شو بعد في بكفى قلت لها عيونك حلوين شو بعد بدك تقول له بدي اقول شيء خصصه فيك كمان تتشوفي انه كثير طيبه مره من بعد الشيء اللي صار وكنت عم تبكي وهيك جيت اذا شيء اذا فيني اقول انه عم بفتح لك قلبي كنت بنفس الوقت انت بدك تفتحي لي قلبك وبدك تعتذري مني واعتذري منك على موضوع معين قلتي لي شيء عن جد هلا عشان تذكرت وانه مؤثر فيي قالت لي ما بعرف ليش بتفكرني ما بحبك بس صدقني انت وتانيا من اكثر الاشخاص اللي بحب كون اصحاب معهم صح حتى احب اضيف انا بس تعرفت عليك بالاوتيل بعد ما حكينا حبيتك كنت ظاهره من الاوضه هيك كنت حابه ان نكون قراب عن ذاكره وعن جد بعزك كثير وما بحب شوفك عم تبكي هاي في صوت اول شيء لكن ثانيه طفت الميكرو انت كنتي you were my first friend من قبل ما كنا نكاستين الطيارة مامتي خليتنا نتصاحب على بعض غصبا عننا
انت عارفه اني بحبك، بس احنا دخلنا الاكاديمي مش بنقعد مع بعض زي لازم، بس انت عارفه انه في الاخر لو في حاجه باجي لك عشان انت قريبه مني وبتعرفي، حاسه برتاح لك عشان عرفنا بعض قبل ما دخلنا، فانت تعرفي اهلي وصحابي و يعني تعرفي حياتي، فهماني. تعرفين كمان؟ بحب. لا ما بتعرفش كمان. انت عارفه انت بالنسبه لي، مش بوريكي زي مش بوري ناس كتير قوي، بس انت عارفه انت زي تمارا بالنسبه لي، و انت زي لارا بالنسبه لنا اشرف مني. انا بحبك قوي وانت عارفه كده، و مش يعني no matter what honestly no matter what happens ما بيننا مش هنسى ان انت كنتي my first friend قبل ما دخلنا ستار اكاديمي من الاول. كنتي my طبعا نهدي برضو ديال اغنية لا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا ارتد في جراح ولو حسبة بتفضل. وبحبك قوي وبحب الهجز بتوعك عشان لما بعيط تيجي وبتديني هج و خلينا اسبوعك وعدك وشوف طب ما طايت اذا طاك والهاتي يلا قلت ها ديالة ديالة من اكثر الاشخاص بالاكاديمي اللي كانت اخر حدا متوقع انه انا رح اكون قريب منك، يعني انا رح احس حالي انه انت تكوني قريبة لي، من اكثر الاشخاص اللي يعني ما كنت بوقع حالي انه انا بلحظة انه كون انا وديالة عم نحكي مع بعض وقاعدين مع بعض عم ناخذ ونعطي. بحس حالي بفهم عليك كثير، بعرف شو بتحكي بدون ما تحكي. مثل ما انت مستنى الفرصه ايمت واحد يقعد يحكي على راحته، انا كمان كثير مستنى الفرصه وعم استناها بفارغ الصبر. شو بدي اقول لك كمان، شو بدي اقول لك يا ديالا، كان في شيء ببالي بقوله. بعرف في كثير، ما بعرف ولا قصه عن ديالا، ما بعرف شيء عن ديالا، بعرف بس انه الشيء اللي فهمته من ديالا انه واللي تاكدت منه انه ديالا عندها كثير شغلات مر فيها بحياتها، ممكن ولا واحد بيناتنا ما مر بهالقصص اللي هي مارقة مع ديالا، بس رغم كل هدول القصص ديالا لساعتها قوية، ديالا لساعتها واقفة، ديالا فيها تتحدى حالها وتتحدى كل شيء من حواليها. قعدت معك مرة وسمعتك عم تحكي، ضليت ساكت ما حكيت ولا شيء لأنه ما كان في عندي ولا شيء أحكي، لأنه جد بس الحكي اللي حكيتيه وقوة الشخصية اللي شفتها فيكي ما شفتها عند ولا حدا بيناتنا موجودة بالأكاديمية. بختم حديثي وبغني لك يا دلول عليك الموت يا أغلى من طعم التوت يا أحلى. تفضل. من ضحكة كارثة الموت. طبعا هاي يا أنا أمسلي I love you hug. لا أنا باختصار يا ديالا صح إنه أمزح معك كثير ويمكن ما سويت زي بعض الناس ورحت بلغت يعني أوكي، فهذا يدل على معدنك الأصلي طبعاً لأنه أنت إنسانة رقيقة. صح إنه ممكن أكمل كلامي، صح إنه الواحد مرات يبالغ في بعض الأمور بس تستهلك الخير. ليش؟ لأنه كذا مرة يعني أنت الوحيدة من الموزز اللي معانا في الأكاديمية إلا طبعاً واحدة ما ترضى أحد يقول لها مزة فهي آنسة أوكي أنستين. يا ويل من ميشو أنستين وثلاث حبات شاورما. يعني اللي كنت تجيني تسألين لما كنت متضايق ايش فيك وانه لا وعادي